بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى هنيجي نحل مسألة على اللود ديستريبيوشن، وبعد كده نصمم الكاميرا ونحسب الكنات. يبقى أنا عندي هنا مديني بلاط عندي 5 في 4، كل البلاطات عندي 5 في 4، ومديني كانتليفر متر ونص، ومديني الاف سي يو، الاف فيلد، فلورنج، اللايف لود، الاتش ارتفاع الدور، مديني الجام وول. فعايز اصمم الكاميرا اللي على اكس 2، بعد كده هنكمل تصميم بقية الكاميرات. يبقى أنا في الفايل ده هصمم الكاميرا اللي على اكس 2. يبقى أول حاجة عايزين نعمل ايه؟ هنعمل لود ديستريبيوشن للبلاطة، فهشوف البلاطة اللي قدامي 1 way ولا 2 way. لو احنا جينا حسبنا ال R في البلاطة الأولى، يبقى نقول ال R هتساوي ال L على ال L short. لو أنا قلت ال L اللي هي 5 على 4 تطلع 1 وربع، يبقى أقل من الاتنين، يبقى البلاطة 2 way slab. يبقى اللود ديستريبيوشن هيبقى في البلاطة 2 way عبارة عن ايه؟ مثلث في الاتجاه القصير وشبه منحرف في الاتجاه الكبير. يبقى انا عندي البلاطات كلها 5 في 4، فيبقى عندي مثلث في الاتجاه القصير وشبه منحرف في الاتجاه الكبير. يبقى انا عندي اللود ديستريبيوشن هيبقى بالشكل ده. يبقى انا عندي هنا مثلث في الاتجاه القصير وشبه منحرف في الاتجاه ايه؟ الكبير. طيب المسافة دي هتساوي كام؟ بتاعة المثلث أو شبه المنحرف هتساوي ال شورت على الاتنين. يبقى مسافة المثلث دي هتساوي 2 متر، ومسافة شبه المنحرف هتساوي 2 متر. وبالنسبة يبقى كده بالنسبة لكل البلاطات. بالنسبة للكانتيليفر يبقى هيرمي حمله على الكاميرا اللي على اكس 3. يبقى هاجي دلوقتي أصمم الكاميرا اللي على اكس 2. الكاميرا اللي على اكس 2 دي شايلة أول حاجة ايه؟ شايلة وزنها، وبعد كده شايلة وزن الحيطة لو فوقيها حيطة لو في دور متكرر مثلا، وشايلة مثلث يمين وشمال. يبقى ده اللي شايل الكاميرا. كاميرا كونتينوس عندي. يبقى اول حاجه انا عايز احسب وزن الكاميرا. احنا بنقول جاما كونكريت في البي في التي ناقص التي اس. ولو انا عايز اشتغل التيمت يبقى هضرب في 1.4، لو عايز اشتغل وركينج مش هضرب، وبعد كده اجمع واضرب الاحمال في 1.5. يبقى انا لما بحسب وزن الكاميرا فانا محتاج التي ومحتاج التي اس. ده الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه في سيكشن رقم 1 وسيكشن 2 اللي هو ديستريبيوشن. يبقى التي عندي الكاميرا كونتينوس، فهنقول ال على كام؟ اللي على 12. فأنا عندي هاخد أكبر اللي عند اللي هي 5 متر على 12، فالتي عندي طلعت كام؟ 45 سنتي. والتي اس البلاطة التو واي احنا بنقول ال شورت اما على 35 يا 40 يا 45. يبقى اتجاه ال شورت كونتينوس من وان سايد، يبقى هنقول ال شورت على كام؟ على 40، يبقى البلاطة 10 سنتي. الكانتليفر بنقول الكانتليفر بيساوي التي كانتليفر، ال كانتليفر على 10، 150 على 10 في 15، فالبلاطات هتبقى عندي كام؟ 15 سنتي. يبقى أول حاجة هنيجي نحسب وزن الكاميرا. يبقى on weight البيم، يبقى جاما كونكريت في البي في التي ناقص التي اس في 1.4، أو ده اللي هو الألتيميت لود. لو مش عايز تضرب في 1.4 يبقى تجمع جميع الأحمال وفي الآخر تضرب في إيه؟ في 1.5. يبقى لو أنت عايز تحسب working load وبعد كده تضرب وانت بتحسب الديزاين تحسب التيمت، يبقى تضرب في 1.5، او تضرب في الاول لو انت هتحسب التيمت لود. لو وركينج لود يبقى مش هضرب. يبقى جاما كونكريت في البي في التي ناقص التي اس في 1.4، يبقى جاما كونكريت 25 في البي عرض الكاميرا اللي عملناه اسيوم 0.25، في التي جبناها من السلايد اللي فات 0.45 ناقص التي اس 0.15 في 1.4. يبقى انا جبت وزن الكاميرا 2.62. بعد كده هحسب وزن الحيطة، تاني حاجة الكاميرا شايلها، بل H ناقص T مضروبة في الجاما وول في البي زائد 0.6 اللي هو المحارة في 1.4، ال H اللي هو ارتفاع الدور من تالي جيفن. يبقى 3 ناقص T جبناها 0.45 في الجاما وول عندي جيفن ب10 في البي 0.25 اللي هي عرض الطوبة زائد 0.6 المحارة في 1.4. يبقى جبت وزن الحيطة. بعد كده أحسب وزن البلاطة. وزن البلاطة اللي هو الجاما كونكريت في التي اس زائد الفلورينج في 1.4، يبقى ده ألتيميت زائد 1.6 في اللايف لود. أول جزء اللي هو الجاما كونكريت تي اس زائد الفلورينج ده اللي بنسميه جي اس، اللي هو قيمة الحمل الأحمال الميتة اللي جاية على البلاطة، اللي هي جاما كونكريت تي اس زائد الفلورينج في 1.4. والبي اس اللي هي ايه؟ اللايف لود. يبقى أنا عندي جاما كونكريت 25 التي اس 0.15 زائد الفلورينج 1.5 مضروب في 1.4، يبقى الأحمال الميتة عندي كام؟ 7.35 كيلو نيوتن على المتر سكوير. البي اس بعد كده يبقى 1.6 في قيمة اللايف لود، 1.6 في قيمة اللايف لود اللي هو مديها لي ب2، يبقى جبت قيمة الجي اس وقيمة البي اس. بعد كده أنا عايز أجيب توتال الأحمال اللي جاية على الكاميرا في الآخر.
بقى نيجي بعد كده بيم اون اكس 2 هنحسب لود فور مومنت ولود فور شير. ايه بقى اللود فور مومنت؟ الكاميرا اللي في النص دي هحسب اول حاجه الديد لود، يبقى الجي اي عندي اول حاجه شايلها الكاميرا وزنها 2.62 اللي حسبناها، زائد وزن الحيطه 11.06، زائد الجي اس 7.35. طب الكاميرا اللي على اكس 2 دي شايله ايه؟ المثلث الاولاني ده، يبقى 7.35 اللي هي الجي اس مضروبه في المسافه اللي هي الاتنين متر اللي هي ال شورت على الاتنين، مضروبه في ايه؟ في قيمه الالفا عشان بحسب مومنت اللي هي باتنين على تلاته، زائد المثلث اللي الناحيه التانيه، يبقى 7.35 في 2 في 0.67. يبقى ده بالنسبه للكاميرا اللي على الاكس 2. طبعا الكاميرا اللي بعدها كونتينوس والشكل سيمتريك، فيبقى نفس قيمه الحمل، لو مختلف فهرجع احسب قيمه الحمل اللي تحت تاني. يبقى ده قيمه الجي اي عندي، يبقى 3.38. يبقى بعد كده احسب قيمه البي اي، يبقى قيمه البي اس اللي انا جبتها 3.2 مضروبه في 2 المسافه في قيمة الألفا اللي هي 0.67، زائد المثلث التاني، يبقى جبت قيمة ال PA. يبقى هنا قيمة ال GA زائد ال PA ده الجاي عليها في اللود فور مومنت. اللود فور شير اللي هيتغير، بدل ال 0.67 هضرب في ايه؟ في البيتا اللي هو ايه؟ نص. لو طبعا شايل شبه منحرف هنقول الألفا اللي هي 1 ناقص تلت في ال شورت على ال سكوير، والبيتا 1 ناقص نص في ال شورت على ال. ده كل الكلام اللي احنا قلناه في سيكشن رقم 1 و2. يبقى نيجي اللود فور شير اللي هيتغير عندي في اللود فور شير، بدل ما كنت بضرب في الفا هضرب ايه؟ في بيتا. يبقى ده بالنسبه للود فور شير واللود فور مومنت. طب انا بعد كده عايز احسب حديد التسليح، يبقى حديد التسليح بنحسبه من اللود فور مومنت، والكنات بنحسبها من اللود فور شير. يبقى هنيجي اول حاجه اللود فور مومنت، انا عندي الكاميرا عليها قيمه الجي اي زائد البي اي اللي احنا جبناهم، اللي يبقى التوتال الحمل اللي جاي على الكاميرا 41.95. فاجي احسب الكاميرا، سبان الكاميرا كام متر؟ 4 متر. احنا قلنا لو بصيت على اول سيكشن نزلته لك سيكشن رقم 4، هتقول ان طالما القيم عندي المسافات متساويه واللود متساوي والكاميرا تو سبان، هيبقى عندي قيمه النيجاتيف مومنت اللي في النص تساوي دبليو ال سكوير على 9 اللي هي طلعت كام؟ ب 74.5، يبقى 41 مضروبة في 4 سكوير على 9، يبقى جبت المومنت اللي في النص. المومنت البوستيف هيساوي الدبليو في ال ال سكوير على 11، يبقى 41 في 4 سكوير على 11، يبقى جبت المومنت اللي تحت. المومنت عند السبورت بيساوي كام؟ دبليو ال سكوير على 24، يبقى 41 في 4 سكوير على 24، يبقى جبت قيمة المومنت. فهاجي بعد كده أصمم كل قطاع من دول. يبقى أول قطاع عندي اللي هو الـ 74 ده سيكشن 1، وعندي سيكشن 2 اللي هو 61، وسيكشن 3 اللي هو 27. يبقى هنيجي باستخدام الشارت سي 1 والجي اللي احنا شرحناه في سيكشن رقم 4، أول سلايد موجودة في سيكشن رقم 4. يبقى هنقول الدي بتساوي السي 1 جذر الام التيمت على الاف سي في البي، والاريا ستيل الام التيمت على الاف فيلد في الجي في الدي. فأنا عندي ده الشارت، فأنا عندي بيمثل عندي السي 1 ويمثل عندي الجي. فانا عن طريق انا معايا الدبس ومعايا وعايز اجيب قيمه السي 1 ومعايا قيمه المومنت والاف سي يو في البي. احنا قلنا قيمه البي يا اما بي كابيتال يا اما بي سمول. يبقى بي سمول اللي هو لو قطاع ار سيكشن، بي كابيتال لو قطاع تي سيكشن او ال سيكشن زي ما شرحنا في سيكشن رقم 4. يبقى انا من هنا هجيب قيمه السي 1، يبقى ادخل بقيمه السي 1 في التيبل او في التشارت احسب قيمه الجي. السي 1 في الاخر المفروض ما تقلش عن كام؟ عن 2.76 لو انا مستخدم اف فيلد 350. لو قلت عن 2.76 في حاله اف فيلد ب 350، يبقى هستخدم حديد كومبريشن، يبقى كده القطاع اوفر انفورسمنت، يا اما استخدم اريا ستيل داش فاحسب قيمه الدلتا ام واجيب قيمه الاريا ستيل داش، او ازود الدبس بتاع القطاع وبعد كده احسب قيمه الاريا ستيل. وبعد كده السي 1 لو اف فيلد ب 400 يبقى ما تقلش عن 2.83، لو اف فيلد ب 420 يبقى ما تقلش عن 2.85. يبقى هنيجي نتكلم على القطاعات. احنا قلنا هنا ان بنقول الاف سي يو مضروبه في البي، البي دي يا اما بي كابيتال يا اما بي سمول. طيب بي سمول دي لو القطاع ار سيكشن، بي كابيتال لو قطاع تي سيكشن او ال سيكشن. طب بنحدد الكلام ده بناء على ايه؟ بناء على المومنت.
فهاجي هنا المومنت اللي هو احنا كاتبين عليه سيكشن رقم 2 ده، المومنت البوزيتيف دي للسهم هنا فين؟ دي للسهم لتحت، فبضغط فين؟ فبضغط فوق، فبضغط فوق، فالقطاع طالما بضغط فوق فالكمبريشن فوق، فالبي جزء اللي عليه كومبريشن، يبقى هنا هستخدم البي كابيتال، يبقى انا عايز احسب البي كابيتال الكبيرة اللي فوق دي. طيب بحدد منين البي كابيتال ولا البي سمول؟ بناء على القطاع تي سيكشن او ال سيكشن، قلنا لو قطاع تي سيكشن او ال سيكشن يبقى هنستخدم البي الكبيرة. طب بنعرف منين القطاع ال ولا تي؟ من البلان، لو جينا هنا عن الكاميرا اللي في النص اللي بنصممها، يبقى انا عندي ده دبس القطاع وعندي بلاطه يمين وعندي بلاطه شمال، يبقى القطاع ده ايه؟ تي سيكشن. طب نيجي على الكاميرا اللي على الايدج دي، ده دبس القطاع وعندي يمين بلاطه بس، يبقى القطاع ايه؟ ال سيكشن. يبقى ده بالنسبه للتي سيكشن والال سيكشن، وهنقول في السلايد اللي بعدها بنحسب قيمه البي بتاعته ازاي. هنيجي بعد كده المومنت اللي في النص هنا اللي هو مكتوب عليه واحد، والمومنت اللي هو ده بيقول سكوير 24 اللي مكتوب عليه 3، دي للسهم هنا لفين؟ لفوق، فبضغط فين؟ بضغط تحت، فالبي الجزء اللي عليه كومبريشن، يبقى هنا في قطاع ار سيكشن، يبقى اعوض بي البي اللي هي 250 اللي احنا فرضناها، يبقى ده بالنسبة للقطاع التي سيكشن والال سيكشن. طيب قطاع التي سيكشن بنحسب البي بتاعته ازاي؟ بناخد الاقل من 3 ارقام، يا اما من سنتر لاين للسنتر لاين، يعني من سنتر لاين البلاطه لسنتر لاين البلاطه، او 16 مضروبه في التي اس زائد البي اللي احنا فرضناها ب 250 والتي اس جبناها، او كي في ال على الخمسه زائد البي، بناخد المينيموم الكي لو الكاميرا سيمبل 1 كونتينوس من 1 سايد 0.8 كونتينوس من 2 سايد 0.7. بالنسبه لل ال سيكشن يبقى بناخد الاقل من السنتر لاين للسنتر لاين 6 تي اس زائد البي، او كي ال على 10 زائد البي، والكي نفس الارقام اللي احنا قلناها المره اللي فاتت. يبقى هنيجي نصمم سيكشن واحد، يبقى هنقول دي هتساوي سي 1 جذر الام التيمت على الاف سي وفي البي. سيكشن واحد ده انهو قطاع؟ سيكشن واحد المومنت النيجاتيف، يبقى القطاع ده ايه؟ ار سيكشن. يبقى هنقول الدي اللي هو عبارة عن التي اللي احنا جبناها ناقص 50 مللي كفر، دايما بناخد كفر في الكاميرات 50، يبقى جبناها 45 سنتي اللي هي كام مللي؟ 450 ناقص 50 مللي، يبقى 400 هيساوي سي 1 جذر قيمة المومنت عند قطاع واحد جبناه 74 في 10 بار 6، عشان أحول المومنت عندي كيلو نيوتن متر فحوله نيوتن مللي، على الإف سي عندي جيفن ب 30 والبي عرض القطاع اللي هي 250، يبقى من هنا هجيب قيمة السي 1 3.21، يبقى أكبر من 2.76، يبقى القطاع سيف ما عنديش مشكلة في الدبس. بعد كده هدخل التيبل أجيب قيمة الجي، يبقى الجي هتساوي 0.76. بعد كده هنحسب قيمة الاريا ستيل، يبقى الام التيمت على الاف هيلد في الجي في الدي، يبقى الاريا ستيل عندي المومنت عندي 74.5 في 10 باور 6 على الاف هيلد 350 في الجي 0.76 في الدبس ب 400، يبقى انا جبت من هنا قيمة الاريا ستيل. الاريا ستيل اللي انا جبتها دي بشيك عليها بعد كده ايه؟ بنحسب قيمة اريا ستيل مينيمم واريا ستيل ماكسيمم. طيب الاريا ستيل دي لو ما بين الاريا ستيل مينيمم والاريا ستيل ماكسيمم، يبقى هنصلح القطاع على الاريا ستيل. لو الاريا ستيل اقل من الاريا ستيل مينيمم، يبقى هنصمم القطاع على الاريا ستيل مينيمم. لو اكبر من الاريا ستيل ماكسيمم، يبقى القطاع اوفر انفورسد. طالما القطاع اوفر انفورسمنت، يبقى هنعمل حلين، يا اما ازود الدبس يا اما استخدم اريا ستيل داش، والحل الاسهل بالنسبه لك ان انت ايه؟ تزود الدبس على طول. يبقى هنيجي دلوقتي الاريا ستيل جبناها 700، فاروح احسب اريا ستيل مينيمم واحسب اريا ستيل ايه؟ ماكسيمم. اريا ستيل مينيمم بنحسبها ازاي؟ هنيجي اول حاجه عباره عن الميو مينيمم مضروبه في البي في الدي، او 1.3 في الاريا ستيل ريكوايرد. الاريا ستيل ريكوايرد دي اللي هي ايه؟ الاريا ستيل اللي احنا جبناها اللي هي كانت ب 700، يبقى عندي هنا 1.3 في الاريا ستيل اللي هي 700، الميو مينيمم في البي في الدي. طيب البي معايا والدي معايا، الميو هنقول دلوقتي بنحسبها ازاي؟ يبقى ده اول ايه؟ قانون للاريا ستيل مينيموم، بناخد من دول ايه؟ بناخد الاقل منهم، يبقى انا هحسب الاثنين واخد الرقم الاقل. بعد كده هحسب اريا ستيل مينيموم القانون الثاني اللي هو 0.15 على 100 في البي في الدي، يبقى انا جبت دلوقتي الاريا ستيل اللي فوق وجبت الاريا ستيل اللي تحت، اقارن الاثنين ببعض واخد الاكبر.
يبقى الميو مينيمم في البي في دي 1.3 في الاريا ستيل ريكويرد، خدنا منهم الاقل، والاريا ستيل مينيمم اللي هي 0.15% في البي في دي هقارنها بالرقم الاقل اللي انا جبته واخد الاكبر. الميو مينيمم بحسبها ازاي؟ يا اما 0.225 جذر اف سي على اف فيلد، او 1.1 على الاف فيلد. بناخد ايه منهم؟ بناخد الاكبر. يبقى الميو مينيمم بناخد الاكبر من الرقمين دول، وارجع احسب فوق اللي هي الميو مينيمم في البي في الدي، يبقى ده بالنسبه للاريا ستيل مينيمم. فنيجي نعوض اريا ستيل مينيمم، يبقى اول قانون اللي هو الميو مينيمم في البي في الدي او 1.3 في الاريا ستيل ريكوايرد، يبقى عندي 0.0035 اللي هي الميو مينيمم في البي في الدي، يبقى جبناها ب 350، او 1.3 في الاريا ستيل يبقى 910. هناخد ايه؟ هناخد الاقل، يبقى 350. اريا ستيل مينيمم تانية 0.15% في البي في الدي، يبقى 150. وقلنا هنقارنها باللي فوق وناخد الأكبر، يبقى الأريا ستيل مينيموم كام؟ 350. والميو مينيموم دي حسابتها، يبقى أنا عندي الأريا ستيل اللي أنا جبتها 700، والمينيموم كام؟ 350. يبقى حتى الآن الأريا ستيل اللي هصمم عليها الأريا ستيل اللي أنا حسبتها من قانون الإم ألتيميت، يبقى ده إيه؟ خدنا الرقم الأكبر اللي هو 0.0035. هنيجي بعد كده نحسب اريا ستيل ماكسيمم. اريا ستيل ماكسيمم بتساوي الميو ماكسيمم في البي في الدي. الميو ماكسيمم بحددها ازاي؟ بناء على قيمه الاف فيلد اللي مديها لي. فانا قيمه الاف فيلد جيفن عن 350، يبقى الميو ماكسيمم عندي 5.28 في 10 اس ناقص 4 في الاف سي يو عندي جيفن. يبقى هنا الميو معانا 5.28 في 10 اس ناقص 4 في الاف سي يو في البي في الدي، يبقى جبنا الاريا ستيل ماكسيمم 1584. يبقى الاريا ستيل اللي انا حسبتها ما بين الاريا ستيل مينيمم والاريا ستيل ماكسيمم، يبقى احسب عدد السياخ على الاريا ستيل اللي انا حسبتها. عدد السياخ بنقول ايه؟ ال n عدد السياخ بيساوي الاريا ستيل على اريا فاي. طب الاريا فاي دي بنعمل ايه؟ احنا بنفرض الفاي اقل قطر بنستخدمه فاي 12، ممكن استخدم اكتر. يبقى انا عندي ال n هتساوي الاريا ستيل اللي هي 700 على الاريا بتاعت فاي 16 اللي هي باي في 16 سكوير على 4، يبقى 201. يبقى عدد السياخ 4 فاي 16، لو استخدمت فاي 12 هيطلع لك 3 فاي 12، فسواء ده او ده مفيش مشكلة. او لو عدد كبير جدا ومش هعرف ارسمهم ممكن استخدم فاي 18 او فاي 22، فحسب عدد السياخ اللي هيطلع لي. يبقى ده اول قطاع عندي. بعد كده سيكشن 2، يبقى دي هتساوي سي 1 جذر ام التيميت على الاف سي يو في البي. يبقى الدبس عندي 400 سي 1، قيمة المومنت عند سيكشن رقم 2 يبقى سيكشن رقم 2 القطاع ده قلنا ايه؟ تي سيكشن، يبقى القطاع في النص. يبقى البي عندي هحسب قيمة البي الكبيرة. يبقى هنيجي هنا في سيكشن رقم 2، يبقى دي عندي 400 نفس السكشن اللي فات، جذر المومنت عن سكشن 261 على الاف سي يو 30 في البي. البي اللي هي ايه؟ قطاع تي سكشن، يا اما من السنتر لاين للسنتر لاين، او 16 تي اس زائد البي، او كي ال على 5 زائد البي. فهناخد المينيمم من الثلاثه، فالمينيمم هيطلع لي كام؟ 860. 890 يبقى جبت قيمه السي 1 8، يبقى ادخل في التيبل اجيب قيمه الجي اللي هي 0.826 اقصى قيمه عندي للجي. بعد كده هحسب قيمة الاريا ستيل، طلعت لي 528. الاريا ستيل ده هقارنها بإيه؟ قارنها بالاريا ستيل مينيموم والاريا ستيل ماكسيموم. يبقى الاريا ستيل مينيموم نفس الكلام اللي احنا قلناه في السلايد اللي فاتت، يبقى نحسب القانونين وناخد الأقل، ونحسب 0.15% في البي في الدي، وقارنها بالرقم اللي انا جبته فوق وناخد ايه؟ الأكبر. يبقى ده الاريا ستيل ايه؟ الاريا ستيل مينيموم. بعد كده احسب الاريا ستيل ماكسيموم نفس الكلام اللي في السكشن اللي فات، ونجيب عدد الأسياخ. يبقى ده بالنسبة لسكشن 1 وسكشن 2، وبعد كده تكمل سكشن 3 اللي هو ده بيقول سكوير 24 بنفس الطريقة. بعد كده هنيجي نعمل تشيك شير. طيب تشيك شير اللود اللي جاي على الكاميرا اللي هو عبارة عن الجي اي اللي احنا حسبناه في أول السلايد. احنا جبنا قيمة الجي اي وجبنا قيمة البي اي واحنا بنحسب قيمة اللود فور مومنت وقيمة اللود فور شير في الأول. يبقى الكاميرا في الآخر عليها ايه؟ عليها الجي اي زائد البي اي. يبقى الكاميرا اللي بتاعها 4 متر سواء الكاميرا الأولى أو التانية، واللود متساوي، يبقى عندي قيمة اللود اللي جاي عليها 34. قيمة الرياكشن بنحسبها ازاي؟ طالما الإسبانات متساوية واللود متساوي أو في اختلاف نسبة بس 20%، بنحسبه من الأرقام دي. لو
في اكتر من 20%، فبتستخدم اي طريقه استراكشر انت خدتها بتحل بيها، 3 مونت ايكويشن مونت ديستريبيوشن زي ما انت عايز تحل. يبقى طالما القمر 2 سبان يبقى اول سبورت 0.4 مضروب دبليو ال، تاني سبورت 0.6 دبليو ال، 0.6 دبليو ال، 0.4 دبليو ال. لو اكتر من 3 سبورت يبقى 0.4 دبليو ال، 0.6 دبليو ال، 0.5 دبليو ال، 0.5 دبليو ال، 0.5 دبليو ال. طب هنيجي نحسبها ازاي؟ يبقى اول سبورت قمت تشيل كام؟ 55. جت منين؟ نقول 0.4 في الدبليو اللي هي 34 في ال اللي هي كام متر؟ اللي الكاميرا اللي هي 4 متر. بعد كده اللي في النص قلنا 0.6 دبليو ال، يبقى 0.6 في 34 في ال اللي هي كام متر؟ 4 متر. واللي فوق واللي تحت نفس اللي في الاول والاخر. طب قطاع الحرك في الشير اللي بنصمم عليه اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن الكيو كريتيكال، سواء هنا او هنا او هنا او هنا. كيو كريتيكال دي بحسبها ازاي؟ هي على بعد سي على الاتنين زائد دي على الاتنين، او سي على الاتنين ده اللي هو يقصد بيه سي اللي هو بعد العمود، فسي على الاتنين اللي احنا بناخد من سنتر العمود يعني نص المسافة، زائد دي على الاتنين اللي هو نص الدبس، او دي على الاتنين من وش العمود. يبقى انا جبت ايه؟ قمت الشير، فانا عايز احسب من الشير عدد الكنات. طيب بنحسب ايه في الشير؟ اول حاجة بنحسب الـ QCU في الخرسانة المشرخة اللي هو بيساوي، يبقى هنا قدرة تحمل الخرسانة المشرخة اللي هي 0.12 جهاز الـ FCU على جمع كونكريت. بعد كده بحسب الجهاد اللي جاي على الكمر اللي هو Q critical على الـ BFD. بعد كده بحسب أقصى إجهاد ممكن يجيلي القطاع يستحمله اللي هو 0.7 جذر الـ FCU على جاما كونكريت. يبقى أنا حسبت التلاتة. طيب لو الـ QU طلعت ما بين الـ QCU والـ Q maximum، يبقى هروح أحسب عدد الكنات عن طريق الـ Q stirrups اللي هي بتساوي الـ QU ناقص الـ QCU اللي هي بتساوي ال N في الاريا ستيل في الاف فيلد على جاما ستيل على البي في الاس. فاول حاجه هنحسب الخرسانه 0.12 جذر اف سي على جاما كونكريت. بعد كده احسب الاجهاد اللي جاي على القطاع كيو كريتيكال في البي في الدي. بعد كده هحسب الكيو ماكس. لو كيو يو طلعت ما بين الاثنين يبقى احسب عدد الكنات من القانون ايه الرابع. لو طلعت الكيو يو اقل من الكيو سي يو يبقى هستخدم مينيموم الكنات اللي هو 5 × 8 على المتر. لو الكيو يو طلعت اكبر من الكيو ماكسيموم يبقى كده القطاع انسيف، لازم ازود ابعاد القطاع، ازود الدبس او ازود العرض. طيب لو كيو طلعت ما بين الكيو سي وكيو ماكسيموم يبقى احسب الكيو ستيربس. كيو ستيربس دي بتساوي ايه؟ ال ان في الاريا ستيل في الاف فيلد على جاما ستيل على البي في الاس. الكيو ستيربس بحسبها ازاي؟ عبارة عن الكيو يو ناقص الكيو سي يو. يبقى انا جبت كيو ستيربس، يبقى اول جزء ده انا جبته. ال ان عدد افرع الكنة، الاريا ستيل الاريا اللي انا فرضتها اقل قطر بنستخدمه دايما في الكنات فاي 8. وبعد كده نشيك هو سيف ولا انسيف. الاف فيلد عندي الفاي 8 240، لو طلع انسيف وهستخدم فاي 10 هيبقى الاف فيلد اللي هي 350 او 400 حسب المتاح. جاما ستيل فاكتور اوف سيفتي الستيل 1.15، البي عرض القطاع، السبيسنج المسافة بين الكنة والكنة. طبعا ده مشروح بالتفصيل في السكشن رقم 4، فطبعا انت هتشوف سكشن رقم 4 الاول وبعد كده هتيجي تحل الاكزامبل. بقى نيجي اول حاجة نحسب كيو كراكت اللي هو 0.12 جذر اف سي عند جيفن 30 على جاما كونكريت 1.5، يبقى عندي طلع 0.53. احسب الجهد اللي جاي على القطاع هيساوي الكيو كريتيكال على البي في الدي. الكيو كريتيكال اللي هي 69 على البي في الدي، ابعادك طلع 0.699. الكيو كريتيكال بنحسبها ازاي؟ عن طريق تشابه المثلثات. احنا قلنا الكاميرا دي كلها كام متر؟ دي 4 متر، فنص الكاميرا هيبقى من هنا لهنا 2 متر. طيب الكيو كريتيكال ده على بعد مسافة كام؟ قلنا سي على الاتنين زائد دي على الاتنين، يبقى المسافة دي سي على الاتنين زائد دي على الاتنين، يبقى السي اللي هو بعد العمود. لو مش مدولك جيفن هتفرضه المينيموم اللي هو 250 مللي، يبقى 250 على الاتنين زائد دي على الاتنين، الدبس جبناها معانا 400، يبقى 400 على الاتنين، يبقى المسافة دي 250 على الاتنين زائد 400 على الاتنين. طب المسافة اللي بعدها هتساوي الاتنين متر طول الكاميرا ناقص سي على الاتنين زائد دي على الاتنين. من تشابه المثلثات هجيب قيمة الكيو كريتيكال،
يبقى انا هنا جبت قيمة الكيو كريتيكال 69، المفروض الكيو كريتيكال كيلو نيوتن، فاضرب في 1000 عشان احوله نيوتن على البي في الدي، يبقى طلع 0.699، والكيو ماكسيمم 0.7 في الاف سي يو على جاما كونكريت 3.13. الكيو ماكسيمم بأي حال من الأحوال ما تزيدش عن 4.4. يعني لو أنا حسبت الكيو ماكسيمم كان مديني قيمة الإف سي يو عالية أكتر من كده 40 مثلا أو 45، وطلعت لي أكتر، طلع الكيو ماكسيمم 5، فهاخد قيمة الكيو ماكسيمم كام؟ 4.4، أقصى قيمة للكيو ماكسيمم 4.4 طبقا للاشتراطات اللي الكود محددها. يبقى أنا حسبت الكيو سي يو كيو يو كيو ماكس الكيو يو ما بين الكيو سي يو والكيو اي ماكسيم، يبقى لازم هروح احسب عدد الكائنات باستخدام القانون الرابع. يبقى كيو ستيربس بتساوي كيو يو ناقص كيو سي يو يساوي ال ان في الاريا ستيل في الاف فيلد على جاما ستيل على البي في الاس. يبقى عندي هنا كيو ستيربس كيو يو اللي احنا حسبناها ناقص كيو سي يو هيساوي ال ان عدد افرع الكائنة ب2. احنا قلنا امتى ب2 وامتى 4 في سيكشن رقم 4. في الاريا ستيل قلنا اول قطر بنفرضه فاي 8 يبقى باي في 8 سكور على 4 مضروبة في الاف فيلد اللي هي تبقى 240 طالما فاي 8 على جاما ستيل ثابت 1.15 على البي عندي ب 250 في السبيسنج. يبقى اجيب من هنا ايه السبيسنج. السبيسنج دي طلعت كبيرة جدا، فالسبيسنج اصلا المفروض تطلع ما بين كام؟ تطلع ما بين 100 وال200. ليه؟ انا بنحط في المتر المينيموم 5 في المتر والماكسيموم 10 في المتر. طب في حالة يبقى أنا عندي السبيسنج المفروض من 100 ل 200، من 100 ل 200 ليه؟ لو أنا قلت المتر اللي هو 1000 ميل على ال 200 يبقى يطلع لي 5 فاي القطر اللي أنا استخدمته، لو 1000 على ال 100 يبقى يطلع لي 10 فاي القطر اللي أنا استخدمته. طيب لو هنا في الحالة دي لو السبيسنج طلعت أقل من ال 200 يبقى هنا طلعت كام؟ 604. فال n بتساوي ال 1000 على 604 طلع عدد الكائنات كام؟ 2. يبقى طالما طلع 2 هناخد المينيموم اللي هو كام؟ 5 فاي 8 على المتر. طب السبيسنج دي لو طلعت اقل من 100 طلعت مثلا 90، لو قلنا 1000 على 90 يبقى عدد الكائنات هيطلع اكتر من 10 فاي 8 في المتر. طالما عدد الكائنات اكتر من 10 فاي 8 في المتر يبقى لازم هروح احسب تاني، يبقى هروح احسب الاريا ستيل هفرض فاي 10 يبقى باي في 10 سكور على 4، يبقى ممكن ناخد الاريا ستيل 78.5 والاف فيلد هتبقى 350 وارجع احسب عدد الكائنات. يبقى انا بالنسبه لي ده ما عنديش اي مشكله، يبقى هستخدم المينا اللي هو كام؟ 5 فاي 8 على المتر. يبقى ده بالنسبه للاكزامبل بتاعنا، باقي الكاميرات طبعا هتحلها بنفس ايه الكلام. طبعا السكشن الاكزامبل لازم ترجع تذاكر سكشن رقم 4 الاول وبعد كده تدخل في الاكزامبل. بالنسبه لللود ديستريبيوشن هتراجع برضو سكشن رقم 1 وسكشن رقم 2 اللي انت خدتهم، وبالنسبة للتسليح هتنزل الفايل الفيديو اللي هو مرسوم على الأوتوكاد. شكرا.